اليوم وصفتنا جديدة مو جديدة. تذكرون موش القرع؟ صراحة يعني جتنا فكرة، خلينا نجربه على بدال الموش نسوي معدس. شو نحتاج؟ قرع، شبنت، شوي بصل، فصوص ثوم، اللوغو، طبعا بهارات مشكلة، كركم وملح، طماط مهروس، وهذا البصل مكرملته من قبل. اوكي، وهذا جذرنا. اول شيء نحط البصل، يعني من المنظر تبين هالبصلة. بس يلا، قفشة كبيرة كركم وقفشة كبيرة بهار مشكل وملح، نفس الشيء. تحبون تزيدوا ونزيدوا الملح. فصوص الثوم وبالفلفل، يا سلام. شبنت مفروم نص شده تقريبا، بعدين الطماط المهروس تقريبا كوب كامل، نحط القرع، هذه حوالي القرع هذا الصغار نص تقريبا. يلا، سهلة سهلة وناطعة، هذه وقتها هالطبخة. هذه نحط الماء الحار الحين، وهذا طبعا العيش مع العدس. اوكي، خلطنا مع بعض ومنقعينه. تبون تحطون اول شيء العدس يقلب قلبه زين دقيقتين وبعدين تحطون عليه العيش؟ ممكن، وممكن هالطريقة، هذه اسهل لكم. الحين راح نخليه نغطيه، خليه يطبخ، وبعدين نضيف شوي ابي القرع ينضج، بعدين احط عليه العيش والعدس. ماكو، ما اخذ حتى 5 دقائق، بس نطرت شوي القرع يطبخ، حطينا عليه العيش مع العدس وبس. وهذه كل طبختنا. اول شيء نار عاليه، وبعدين من يبتدي شوي العيش ينشف تقصرونه على حده. واحنا قلنا نستخدم هالجدور، ماكو حديده ولا شيء، بس نقصر بشوله، هي الحديده من نوفي. في هالمرحله كثر ما تبون تحركون حركوا، عقب لا يتكسر العيش. يلا سكر القطع. ما شاء الله، ها بالشوكه، بس ننهضها بالشوكه عشان نشوف اذا في ماي من تحت ولا لا، والله ما في الا العافيه. الحين ننشب هذا الصحن، وفوقه البصل المكرمل نفس بالضبط مموش القرع، بس سويناه على معدس. هذه الاجواء بعد يعني الواحد ما يتشهول هالسوالف. شوفوا الحكوكه طالعه شحلاتها بعد، ولا هي محروقه ولا هو شيء، اروع ما يكون. اصلي